إن الحق يبدأ من نواه وينتشر من بداية، يجدد البدء وليس لكل بدء فيه نهاية أو قناعة من غاية، عطاء غير مجدود، ولكنها البدايات تنهي البدايات بتجدد البدايات في بيوت تبعث، عطاؤها في بيوت ترفع، في السماء رزقكم وما توعدون. وفي ظاهر الحياة لباطن الحياة تشهدون، الظاهر مرآة الباطن مما تطلبون. كونوا أوادم في الله بخلقكم، وكونوا أبناء في بيوت الحق ببنوتكم، إن بنوة الحق هي ما بعد آدمية الخلق. كلكم أبناء لآدم، وكلكم آدم، وكلكم يصلح لأن يكون ابنا في بيوت من بيوت الله.